بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد نرحب بالمواقع الإلكترونية التي حضرت معنا هذا اليوم لتغطية حدث مهم، والأمر يتعلق بالمصادقة من طرف السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجماعة رأس الماء من أجل توسيعة وتجهيز المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني مع بناء مسكنين وظيفيين بجماعة رأس الماء. إنه يوم سعيد وأغر، لأن ساكنة رأس الماء يعني كانت تنتظر هذا الحدث بفارغ من الصبر. ولا يخفى عليكم أن جماعة رأس الماء والساكنة فيها عانت الكثير فيما يتعلق بقطاع الصحة وما زالت تعاني، نظرا لبعد المسافة عن المؤسسات الاستشفائية، لأن المريض يضطر لأن ينتقل إلى مدينة الناظور التي تبعد بستين كيلومترا وإلى مدينة بركان، في حين أنه اليوم وبهذه الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف معالي السيد الوزير وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فإن ساكنة رأس الماء استبشرت خيرا، وأنها سوف تنطلق إلى حياة جديدة، وسوف تتم تلبية حاجاتها من حيث التطبيب ومن حيث الاستشفاء. هذا المشروع بطبيعة الحال جاء في وقته، نظرا لأن ساكنة رأس الماء كما تعرفون قد تضاعفت، وكذلك باعتبار أن جماعة رأس الماء تعتبر قبلة للسياح، حيث يتوافد علينا كل صيف آلاف من السياح المغاربة من الداخل ومن الخارج وكذلك من الأجانب. الأمر الذي جعل مسألة التفكير في توسعة المركز الصحي يعني بالأهمية بمكان، ولذلك فإننا اتصلنا بالسيدة النائبة البرلمانية فريدة خينيتي، وأول ما اتصلنا بها في هذا الموضوع استجابت للدعوة ورحبت بها، بل أكثر من ذلك عملت كل ما في وسعها من أجل تحقيق هذا الحلم، وها هو هذا اليوم يتحقق، وجاءت البشرى إلى ساكنة رأس الماء بتوسعة وتجهيز هذا المركز الصحي. كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للسيد عامل إقليم الناظور، الذي هو بدوره آنسنا وأيضا قدم جميع الدعم والمساعدة من أجل إنشاء هذا المشروع المهم الذي تستفيد به ساكنة جماعة رأس الماء. كما أيضا لا يفوتني أن أذكر بأن عامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور لا يتوانى أبدا في خدمة رعايا صاحب الجلالة، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، فكل مشروع تنموي يقترح عليه لا بد أن يلقى الصدر الرحب والموافقة على الفور، ونحن نشكره على ذلك جزيل الشكر. كما أيضا لا يفوتني أن أشكر سيد معالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي أشار بدوره على هذه الاتفاقية، والتي في المستقبل القريب إن شاء الله سترى النور، ومرة أخرى أتقدم إلى السيدة الفاضلة فريدة خينيتي البرلمانية بجزيل الشكر على وقفتها وعلى اهتمامها وعلى أيضا المساعدات الجمة التي تقدمها لنا من أجل مصلحة الساكنة في جماعة رأس الماء. وفي النهاية كلنا من أجل خدمة المواطن تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. شكرا لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم النائبة البرلمانية فريدة خينيتي، المنطقة الشرقية، إقليم الناظور، بن زايو، حزب التقدم والاشتراكية. اليوم التواجد ديالي في رأس الماء اللي كنسميوها حنا قابويوا، من أجل تقديم مشروع السبيطار ديال رأس الماء، اللي بهاد المناسبة كنتقدم الشكر للسيد الوزير على هاد الالتفاتة ديالو، الشكر على الموافقة للشراكة باش
نجعل واحد البسمة ونحقق الطموح والأمنية ديال ساكنة قابويوة. ولن ننسى أن نشكر السيد العامل القلب الكبير، السيد العامل اللي عنده الإنسانية قبل القانون، واللي الحمد لله الباب ديالو دائما مفتوحة في وجه اللي بغي يخدم، باب مفتوحة بالموافقة لجميع المشاريع اللي كتزيد في التنمية ديال إقليم الناظور والساكنة ديال إقليم الناظور. وكنشكر السيدة المندوبة على المساهمة ديالها في إنجاح هذا المشروع، لأن هي أول باب اللي تقيناه، وكانت جد سعيدة أنها تخلي البسمة ديالها في هذا المشروع. وكنشكر السيد الرئيس ديال جماعة راس الماء المناضل الكبير المكافح اللي كيخدم بكل حب باش يمشي براس الماء الى الامام، باش يرمي موراه الميل في القديم ديال راس الماء، اللي راس الماء من الجماعات المنسيه، من الجماعات المهمشه، من الجماعات اللي حقا موجوده في الخريطه، ولكن للاسف الشديد من الجماعه اللي ما حقتش الازدهار ديال هاد الجماعه، لا بالنسبه للسياحه ولا بالنسبه للبنيه التحتيه ولا بالنسبه للشباب ولا بالنسبه للمراه. اليوم هذه بسمه اللي بدينا بها، هذا مش اول مشروع باش يكون واحد السبيطار يليق بجماعه راس الماء، يليق بسكينه راس الماء، اللي رجعنا لهم القيمه ديالهم والاحترام ديالهم، حيت راس الماء جماعه اللي ما كتحتويش غير ساكنه راس الماء، اللي كتحتوي جميع شرائح الوطن، شرائح من كل المدن والاقاليم المغربيه، ولا ننسى اللي كيجيو اجانب، لان جماعه راس الماء معروفه بالموقع الاستراتيجي ديالها، معروفه بالجماليه ديال المياه ديالها، بالجماليه ديال البحر ديالها، ولا الرمال ديالها، وجوده الاسماك ديالها اللي كيتقاطبوا عليها الجميع من اجل الجوده ديال الاسماك ديالها. انا اليوم يمكن فرحانه اكثر من الساكنه، لان الامنيه ديالي كنت كنقول نتمنى من عند الله، يا ريت لو كنت برلمانيه كنت غادي ندير راس الماء وندير زيو وندير الاماكن اللي كنشوفها تنسات كمشاريع، تنسات كمستقبل الشباب، تنسات الضعفاء اللي ما عندهمش اللي يهضر عليهم، اللي كنشوفوا دابا كي قالت واحد المستشاره عيب وعار علينا، وعيب وعار انه باقي عندنا الناس كيديروا الشمعه، باقي تلاميذ اطفال مستقبل البلاد ديالنا المغرب ديالنا باقي كيقراو على الشمعه، راه هذه بصمه عار علينا احنا. اذا كنتمنى انا اليوم حققت واحد النقطه في بحر، لان هذه نقطه اللي جد مهمه للساكنه وانا جد سعيده بها، ولكن باقي مشاريع كثيره اللي خصنا هاد المدينه هاد الجماعه الجميله انها تخرج للوجود، وهاد الشباب هادو كفى من الشباب ديالنا، لان ولاد الاقليم كلشي مشاو في اعماق البحار، كلشي ماتوا. اليوم كنتمنوا انه اقليم كله يزيد القدام، وخاصة الجماعات اللي هي منسية، اللي أنا ما نحملش المسؤولية دي، كل واحد كل واحد وضميره، ولكن اليوم في هذا الاجتماع ديالي عشت عدة مشاكل، لقيت الناس كتبكي المر، البني عشوائي، الناس ما عندهاش الضوء، ما عندهاش الماء، علاش؟ لأن ما عندهمش بيرمي دابيتي على الفوضى اللي كانت سوسة. الموضوع اللي هو مهم اليوم أنه كنقول الساكنة قابويوة هنيئا لكم بهذا المشروع، كنقول لكم هنيئا لنا بهذا المشروع جميعا، لان راس الماء راه كيمثل اقليم الناظور وكيمثل السياحه المغربيه اللي كيخصها السائح الاجنبي من يجي يلقى على الاقل واحد مستوصف اللي يليق بالوجه ديال المغاربه، واللي كيعطي واحد القيمه لبلادنا، انه في ممشى اي سائح وكيجد خدمات على اعلى مستوى. هذا اللي يمكن نقول حاليا، وكنتمنى انه نخليو بسمه اخرى ونكون سبب بسمه اخرى للمراه ديال راس الماء والمراه ديال المنطقه الشرقيه وخاصه القرويه، وكنقول بسمه
الشباب ديال راس الماء والشباب ديال اقليم الناظور للمنطقه الشرقيه. بطبيعه الحال ما عنديش عصا موسى باش كلشي نديرو في المره الاولى، ولكن ان شاء الله انا غادي ندير المستحيل على الاقل. هاد المشاكل اللي عطات لي اليوم اللي بكيت في الاعماق ديالي، ويمكن الدموع ماشي هي اللي كتخرج، ولكن الدموع هي اللي كتاثر في الانسان. وانا جد فخوره بالرئيس ديال الجماعه وبالمنتخبين ديال فيما فيهم النساء والرجال ديال الجماعه اللي عبروا على الرغبه ديالهم انهم باغي يخدموا هاد الجماعه، والتدخلات ديالهم كانت على اعلى مستوى بكلام خارج من الاعماق اللي بينت الحرقه ديالهم وبينت الحب ديالهم للساكنه والجماعه ديالهم خابوياوا، اللي ان شاء الله غادي تعطى لها واحد الانطلاقه اللي تليق بالجميع. وشكرا لكم نتوما كممثلين ديال المواقع كصحفيين، نتوما اللي كنتمنوا تكونوا الدعم ديالنا كمنتخبون، الدعم ديالنا باش توصلوا الحقيقه الحقيقيه للمجتمع المدني باكمله المنطقة الشرقية ولا اقليم الناظور بجميع الجماعات ديالو. وشكرا للتواجد ديالكم اليوم، وشكرا للجميع.